تحية لكم مشاهدينا الكرام، وإلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحافة اليوم، والتي نطالع فيها أهم وأبرز الأخبار التي تصدرت صفحات العدد الجديد الصادر معنا من جريدة روزا اليوسف. معي هنا في الاستوديو للتعليق مشاهدينا على هذه الأخبار وأيضا لتناولها بالقراءة والتحليل، الكاتبة الصحفية بالجريدة الأستاذة مريم الشريف. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين بخير يا رب. أنت طيبة. مشاهدينا، نبدأ هذه الجولة الصحفية من الصفحة الأولى ونطالع تحت عنوان النسر المصري يحلق، القاهرة اتجهت شرقا وتسعى إلى الانضمام إلى تكتل براكس تأكيدا لاستقلال القرار الوطني وشجاعته، والرئيس يدعو بوتين لحضور الاحتفال بوضع حجر الأساس لمحطة الضبعة المصرية. يعني نود منك أولا أن تطلعين على أهم التفاصيل التي تناول هذا الخبر. بالفعل انطلقت اجتماعات الدورة التاسعة من قمة بيركس في المدينة الصينية شيامين، والحقيقة القمة دي بتضم التكتل، أكبر تكتل اقتصادي في العالم اللي هو تكتل بيركس، واللي بيضم عدد من الدول أبرزها طبعا الصين، الهند، البرازيل، روسيا. الحقيقة بيركس يعتبر أكبر تكتل اقتصادي، بيشكل حوالي 50% من إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة بيركس وحضور اجتماعات بيركس ده طبعا أمر مهم جدا. أنا شايفة أنها فرصة ذهبية لمصر، بيتيحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلد بأن احنا تنضم مصر لقمة بيركس، أكبر تكتل اقتصادي. طبعا ده شيء مهم جدا، ويمكن كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان حاول أن هو ينضم لقمة بيركس، لكن تعرض الحقيقة لضغوط كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية، وده هذا ما أوقف حلم مصر في الانضمام إلى بيركس. لكن أتمنى إن شاء الله أن الحلم ده يتحقق، وبالفعل أعتقد إن شاء الله يعني أن هو يتحقق على يد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب بوجهة نظرك، ما هي الدلالة الإيجابية التي من الممكن أن يلقيها انضمام مصر إلى هذه القمة على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ طبعا اولا مصر بتشارك في القمه دي، مصر من المفترض ان هي تعرض التجربه المصريه في الخاصه بالاصلاح الاقتصادي، طبعا بعد الثورات اللي مرت بيها مصر، وبعد الاحوال الاجتماعيه والسياسيه، التوترات اللي شهدها الشارع المصري. طبعا كل دوت اثر على الاقتصاد المصري، طبعا رقم واحد تاثر بهذه الامور، فمن المفترض ان يتم عرض التجربه المصريه الخاصه بالاصلاح الاقتصادي. وانا شايفه ان احنا بننتزع شهادات دوليه وشهادات دوليه بتحسن في النمو الاقتصادي عندنا، وخاصه ان بالفعل في تنميه اقتصاديه في مصر بنسبه 4.3%، في خفض في عجز الموازنه باقل من 10%، في زياده في احتياطي النقد بحوالي 36 مليار دولار، فطبعا ده مبلغ مهم جدا لاول مره يحدث في التاريخ. فطبعا أنا شايفة أن الأمر ده مهم جدا، ونتمنى إن شاء الله أن مصر تنضم لهذا التكتل المهم جدا. أيضا من المقرر بالفعل دعا سيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هو يحضر افتتاح محطة الضبعة. طبعا محطة الضبعة خاصة بتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، طبعا ده من ضمن المشروعات اللي بتندرج بين التعاون المصري والروسي، لأن في مشاريع أخرى من أهمها مشروع المنطقة الصناعية الروسية اللي موجودة في شرق بورسعيد، فطبعا ده مشروع مهم جدا. الحقيقة سيادة الرئيس بيسعى دائما ان لحدوث تعاون بين مصر وروسيا وتعزيز كل طرق التعاون بين البلدين. أيضا بخلاف دعوة الرئيس المصري للرئيس فلاديمير بوتين لحضور وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة المصرية، جاء أيضا في ثنية الخبر توضيح بأن ربما اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى
صنع بعض التحالفات مع الشرق بالزبط. ربما تكون رسالة إلى الولايات المتحدة صحيح. بعد القرار المفاجئ منها بقطع بعض ربما المساعدات صحيح. عن مصر، كيف تعلقين على هذا الأمر؟ بالفعل النقطة دي كنت لسه هقولها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشرق والغرب بتحمل في طياتها رسالة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بدائل أمام القاهرة، ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي من الممكن أن هي تقوم بأن هي تضغط علينا أو تبتز مصر بحجة المعونة الأمريكية، واللي تم التهديد أكثر من مرة بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، وبالتالي خلق حلفاء آخرين في شرق العالم وغربها، وطبعا دولة الصين دولة طبعا من الدول الكبرى في المجتمع الدولي، وانضمام مصر لتحالف مثل أو تكتل مثل تكتل بيركس الاقتصادي، فأعتقد أنها تبقى خطوة مهمة جدا لدفع مصر للأمام. الحقيقة سيادة الرئيس بيحاول بكل الطرق لدفع مصر للأمام، ويمكن كنت سمعت تصريح من وزير للاستثمار سابق أكد أن هذه الزيارة هتجلب المزيد والمزيد من الاستثمارات لمصر من جديد. نتمنى إن شاء الله أن يحدث هذا الأمر في القريب العاجل إن شاء الله. مشاهدينا ننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة ونطالع الهيئات الشبابية أمام البرلمان المصري في أكتوبر المقبل، يعني من المقرر أن يتم عرض قانون الهيئات الشبابية على مجلس النواب وذلك لإقراره. برأيك ما هي الثمار التي من الممكن أن تعود على المجتمع المصري وخاصة فئة الشباب عقب إقرار هذا القانون؟ في البداية أولا فعلا أكد سيادة النائب محمد فرج عامر برئيس لجنة الشباب بمجلس النواب بانتهاء اللجنة من صياغة قانون الهيئات الشبابية، ومن المفترض أن هو يتم عرضه في الجلسة العامة أكتوبر المقبل لمناقشة الصياغة النهائية أو الصيغة النهائية للقانون. القانون ده أنا شايفة أنه هو مكمل لقانون الرياضة، شايفة أنه بصمة جديدة الحقيقة في قانون في عالم الشباب والرياضة. القانون دوت بيأتي مواكب للشباب ومواكب للعصر ومتطلبات الشباب. الحقيقة لم يتم الإفصاح حتى الآن عن كل بنود القانون، لكن من خلال ما سمعت عن هذا القانون ومن خلال بعض البنود اللي سمعت بيها، الحقيقة قانون مبشر جدا وأنا متفائلة بيه جدا. أيضا القانون دوت بيتيح لإعادة مراكز الشباب لدورها، طبعا مراكز الشباب في أي دولة بيبقى ليها دور مهم جدا، لكن الحقيقة طالما عانت مراكز الشباب في مصر بكثير من الإهمال، لكن ربما مؤخرا يعني شفنا كثير من مراكز الشباب بدأت تتطور وبدأت تقدم أنشطة مهمة جدا، وبدأنا كمان نشوف الجمهور والمواطنون بيذهبوا المراكز دي وبيشتركوا في العديد والعديد من الأنشطة بداخلها. القانون ده أيضا قانون الهيئات الشبابية هيعيد المراكز الشبابية رونقها أكتر وأكتر وهيطورها بشكل أكبر، وبخاصة أنه هو هيعفيها من الإعفاءات الضريبية، هيعفيها أيضا من هيخفض الكهرباء والماء عنها، بحيث أن هي تتيح الأنشطة للشباب والمصريين بأقل بدون ما يمكن أعباء مادية. بالضبط، بدون أعباء مادية. فإن شاء الله نتمنى أن القانون يطلع للنور الفترة في قريب العاجل إن شاء الله. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الصفحة الثامنة تحت عنوان مشروعك فتح لي بيتا. القروض انتشلت الشباب من عبودية القطاع الخاص ببورسعيد و1173 متقدمة للبرنامج، وجاري تنفيذ 85 مشروعا بإجمالي 21 مليون جنيه لإحداث تنمية حقيقية. يعني نود أن تطلعينا على أهم جوانب هذا المشروع، أهم التفاصيل والنقاط التي تناول هذا الخبر. أنا سعيدة جدا بالمشروع دوت. هو الحقيقة مشروع مجتمعي تنموي بيهدف للتنمية المحلية، مشروع متوجه لشباب بورسعيد ولكل المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية. نعم. سواء المستثمرين الحرفيين أو المهنيين، فبالتأكيد هو مشروع مهم جدا، مشروع بتشارك فيه 5 بنوك في تمويله، مشروع بيقدم خدمات مالية كبيرة جدا. أي
شخص او اي شاب لسه متخرج من الكليه بيحاول عايز يعمل مشروع استثماري معين، هذا المشروع اللي هو تحت مسمى مشروعك بيساعده بشكل كبير في اعطائه القروض اللازمه. المشروع دوت هل ليه شروط معينه للحصول على هذه القروض؟ لا يوجد اي شروط لمشروعك، ودي من افضل الحقيقه البنود اللي موجوده في هذا المشروع. اذن ما هي الضمانات التي سيتخذها البنك مقابل اعطاء اي شاب قرض مالي معين لبدء لا المشروع؟ يوجد شروط، لكن يوجد ضمانات بالتاكيد طبعا. لكن انا قصدي شروط من حيث السن او من حيث التعليم او ما الى ذلك او المستوى التعليم الاجتماعي، لا طبعا ما فيش شروط، لكن في طبعا ضمانات. هو مشروعك بيعمل بنظام الشباك الواحد، الشباك الواحد ده بالفعل تم اقامه مقر محترم جدا في محافظه بورسعيد لتلقي كل الاستمارات الخاصه بالشباب اللي بيرغبوا في اخذ قروض لاقامه مشروع معين. طبعا الاستماره اللي بيتقدم بيها الطالب بتبقى محتويه على كل البيانات الخاصه بمشروعه، هدفه من اقامه هذا المشروع، ايه النتيجه اللي هو المتوقعها، النتيجه الاوليه الخاصه بالمشروع ده. فطبعا بيبقى فيه موجود العديد من البيانات الاساسيه. انا شايفه ان مشروعك الحقيقه دوت بيوفر فرص عمل كتيره جدا امام الشباب، وبالفعل في عدد مهول من الطلبات تقدمت للحصول على قروض من مشروعك بحوالي 1173 طلب، تم الموافقه على 178 طلب منهم، وجاري دلوقتي تنفيذ 85 مشروع من هذه الطلبات اللي تم الموافقه عليها بواقع 21 مليون جنيه و300 الف جنيه. طبعا ده مبلغ كبير جدا، وزي ما انا قلت في البدايه ان في 5 بنوك بتقوم بتدعيم هذا المشروع اللي انا شايفاه مشروع وطني جدا، ومشروع بالاضافه ان هو بيخلق فرص للشباب، هو ايضا بيدعم المشروعات الصغيره، يعني اي شاب قائم على مشروع صغير او المشروعات المتناهيه الصغر ايضا بيدعمها سواء بالمال او بالحصول مثلا على تراخيص مستصعب ان هي تحصل عليها والى غير ذلك. هل سيتم تطبيقه فقط في محافظه بورسعيد؟ لا بالتاكيد لا، وانا قلت في البدايه ان هو متوجه لشباب بورسعيد، لكن ما فيش مانع من شباب من المحافظات الاخرى، اي شاب عنده مشروع مهم عايز ان هو يعني يبدا في المشروع دوت ويضع الحجر الاساسي الخاص بالمشروع دوت ان هو يتقدم لطلب بيه، ولكن هو بيعمل بنظام الشباك الواحد اللي هو مقرها في مبنى المحافظه، محافظه بورسعيد. مشاهدينا نعود مره اخرى الى الصفحه الرابعه، اشاده دوليه من وزير النقل الروسي عن المطارات المصريه بوصفها المطارات المصريه اصبحت امنه، كيف تعلقين على هذا التعليق من وزير النقل الروسي، وايضا برايك ماذا سيكون او كيف سيكون تاثيره على السياحه المصريه بوجه عام؟ إشادة وزير النقل الروسي ماكسيم سكولوف بالطيران المصري دوت هيعيد الطيران المصري للقمة من جديد، هيعيد ثقة السياح وثقة الوافدين إلى مصر في الطيران المصري من جديد، وخاصة أن الثقة دي يمكن يعني تم النيل منها قليلا بعد سقوط أحد الطائرة المصرية الفترة الماضية. فأعتقد ان دوت يعني هيدفع الطيران المصري للامام من جديد، وخاصه ان هناك خبراء روس قاموا بمعاينه المطارات المصريه واكدوا ان هي على اعلى درجه من التامين، وانه لا يوجد اي مشاكل في الطيران المصري او في الاجراءات التامينيه الخاصه بالمطارات المصريه. ويمكن كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع الفتره الماضيه بعدد من الوزراء ابرزهم وزير الطيران، وطالب بضروره إقامة تأمينات على أعلى درجة على درجة قصوى للمطارات المصرية، وطبعا عمل تدريبات لكل العمال لكل العاملين في المطار، تدريبات أمنية خاصة بالمطار، وبالفعل تم الاستجابة أكيد لأوامر سيادة الرئيس ومن ثم هذه الإشادة الدولية. نعم هي أكبر دليل على ذلك طبعا. مشاهدينا أيضا من الصفحة ذاتها من الصفحة الرابعة، بعد حريق من راشد حجاجنا بخير، أهم تفاصيل هذا الخبر من فضلك.
بالفعل سيادة الوزير وزير السياحة سيد يحيى راشد أجرى اتصال هاتفي من السعودية وللاطمئنان على الحجاج المصريين في السعودية في الأراضي المقدسة، وخاصة بعد حريق أحد المخازن بالقرب من منى. لكن الحمد لله الحجاج بخير، وتم التأكيد على هذا الأمر وأنه لا يوجد أي إصابات وما فيش أي ضرر بالحجاج، هو مجرد حادث صغير، حادث حريق كان بالقرب من منى وليس في منى ذاتها. طب كيف رصدت جريدة روزا اليوسف أحوال المصريين في لأداء فريضة الحج هذا العام؟ الحقيقة جريدة روزا اليوسف على يعني مدار أيام طويلة وإحنا بنرصد زيارة الحجاج للأراضي المقدسة والشعائر، أهم الشعائر الدينية وعدد المصريين اللي سافروا لأداء مناسك الحج هذا العام. الحقيقة يعني قد إيه شعائر جميلة وقد إيه الحجاج الحمد الحمد لله بخير، وإن شاء الله نتمنى أن هم يرجعوا لأرض الوطن بسلام. هل من مشاكل معينة قابلت الحجاج المصريين هذا العام؟ لا نهائيا، يعني المشاكل اللي هي بتبقى مثل كل عام، يعني مشاكل يمكن الازدحام، المشاكل الطبيعية اللي بيواجهوها كل عام، لكن الحمد لله لا يوجد أي إصابات ولا أي مشاكل كما ذكرت. من الصفحة أو الخبر الأخير معنا مشاهدينا في هذه الجولة الصحفية نطلعه من الصفحتين 10 و11، كل الناس بتقول يا رب المنتخب المصري يتحدى الأوناش لتحقيق حلم المصريين بالمونديال. يعني هذا الخبر ربما يهم عشاق الكرة المصرية، الكل في انتظار هذه المباراة الحاسمة التي ستفصل وتحسم قرار تأهل مصر إلى كأس العالم. يعني كيف تعلق على هذا الخبر؟ طبعا من المقرر ان هو يقابل المنتخب الوطني ان شاء الله غدا الفريق المفترض ان يقابل المنتخب الوطني غدا، في طبعا مفترض ان الابواب بتفتح من الساعه 2 ظهرا لغايه الساعه 7 مساء لبدايه الماتش في الساعه 8 مساء. طبعا في قواعد للجمهور، اولا لا يوجد اصطحاب لاي شماريخ، المفترض ان هي بتقام كل مع كل منتخب دايما بيبقى المشجعين بيبقى معاهم الشماريخ، والحقيقه دي بتحقق ازمات كبيره وبتعمل مشاكل في كل الماتشات، لكن القواعد هذه المره لا يوجد اي شماريخ يتم اصطحابها مع المشجعين. من المفترض خاصه ان عدد المشجعين في هذه المباراة بين مصر وأوغندا يعني أقرت الداخلية بالسماح ل 60,000 مشجع في هذه المباراة. بالضبط، نعم. المفترض يكون 60,000 مشجع طبعا في استاد برج العرب. مفترض أن هو يدير اللقاء دوت بين المنتخب الوطني المصري وبين أوغندا، المفترض يديره الحكم فيكتور جوميز. طبعا ده اللقاء الثاني بين مصر وبين هذا الحكم بعد ما تم الالتقاء بين الأهلي وبين القطن الكاميروني من خلال هذا الحكم. نتمنى إن شاء الله المباراة يفوز بها منتخبنا الوطني المصري، ولو بالفعل تقدم بست نقاط على الكونغو وعلى غانا الفترة اللي فاتت وتم تأهيله للجولة الرابعة في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم، مفترض أن الماتش دوت يقام العام المقبل في روسيا. نتمنى إن شاء الله كل الفوز للمنتخب الوطني ومنتخب مصر إن شاء الله. الفرصة سانحة الآن أمام المنتخب المصري الفراعنة لحسم هذه المباراة أمام منتخب أوغندا. الأستاذة مريم الشريف الكاتبة الصحفية في جريدة روزا اليوسف، شكرا لك على هذه الاستفادة في التحليل والعرض لمرض معنا من أخبار اليوم. بشكرك كثيرا وبشكر كل المشاهدين. شكرا. أهلا وسهلا بك. شكرا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الطيبة، غدا في الموعد نفسه جولة صحفية جديدة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.